الصديقة ديالي قهوة. جا السيدة جابها، السيد مبني من الليل، جابها مبني من الليل ياك، جابها هنا لهذا المقهى، راك عارف مقهى نابوليتانو جالسين، حتى جاب الصدرة جا لهنايا البنكة حدا القهوة كما كتشوف، جابها جلس شربات قهيوة مرتاحة. وجابها هذا راك عارف طلاميس راه واحد ود الوقت راه شنو غادي يدير، جابها جلس شربات قهيوة ديالها، مشات دخلت لابون قال لها جيب لي لوريب، حطها الطوموبيل هنا، ديمارة خرج ديمارة وزاد. حنايا فهمتي كنا جالسين عادي هنايا، حتى السيدة كتسمع كتغوت كترك المالك، طوموبيل مشات ليه صافي اخويا، حتى جينا حنا وقفنا معاها صافي، تدخلات القهوة راك عارف، واخا خداش كونسوماسيون راه بقات مع السيدة، حتى عيطنا لرجال الأمن وجاو داروا الإجراءات ديالهم، مع أن القهوة راه بالكاميرا ديالها راه جات، خداو كامل الصوره ديال الشخص، كلشي الوصفات دابا راه عندهم، وان شاء الله السيده غادي تش. شحال ديال الوقت ما بين فاش تجلس؟ خويا ما نقدرش نقول لك شحال ديال الوقت، المهم تجلس معاها ولا دور الغلكه، المهم ما عارف شحال ديال الوقت، المهم هو ان السيده دابا كنتمناو من رجال الامن باش يتعاونوا معاها. على النفسيه خويا ما تبغاش العدوك، دابا السيده راه كتركل دابا مسكينه، والو ما لقات فين تصد، ما عرفاتش ترجع بني من النار ولا تبقى هنا في كازا. قالوا اوبي، قالوا اوبي فهمتي، حنا ما كنبقى حاجه فهمتي، زيرو حاضيه ما كنبقاوش جارين معاه فهمتي، شنو اوبير وشي حاجه، حنا عرفنا طوموبيله دازت ركب مشى.